خلونا مشاهدينا نفتتح هذه الحلقة من برنامجنا بيت للكل ونتابع هذا التقرير من فلسطين حول هذه الزيارة المرتقبة والقمة، وبعدها نكون متواصلين. قفل الرئيس الأمريكي عائدا إلى بلاده بعد زيارة للمنطقة قيل أنها ستغير ملامح الخريطة الجيوسياسية وتعيد تشكيلها بما ينسجم مع أطماع إسرائيل وغاياتها. هذه الزيارة التي أراد لها الاحتلال أن تنتهي وقد أثمرت اتفاقات تطبيع جديدة ونصبته الوصية على أمن المنطقة وخزائن مالها ومواردها وقرارها ومصادرة إرادتها السياسية بإزاحة القضية الفلسطينية من على الأجندة وحتى من الوعي، والتفرد التام بإعادة ترسيم الخريطة السياسية للشرق الأوسط برمته. وسبق زيارة حملة ترويج واسعة النطاق مفادها بأن قمة جدة المزمع ستمهد لموافقة عربية بتنفيذ صفقة القرن المعدلة إسرائيليا، وبذلك يسدل الستار على آخر فصل من فصول النضال الفلسطيني وينقض الأمر وتنتهي الحكاية، حتى جاء القول المبين الذي أكد بالقطع أن مبادرة السلام العربية هي الأساس لأي حل سياسي منتظر. ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاها يتطلب في الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. قمة جدة قمة التوافق العربي، حيث تجلت الإرادة العربية بأبهى صورها، وكان أن استردت هذه القمة عافية العرب موقفا لا لبس فيه ينطوي على أهمية بالغة تستدعي إعادة القراءة المتبصرة من خلال وحدة الموقف واللغة والخطاب القاضي بإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية كأولوية على الأجندة. وهنا علينا إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فلا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. هذا التوافق إذن الذي ينتج انتصارا وانحيازا للقضية الفلسطينية التي نال منها الغياب بعد أن تلاشت من المشهد السياسي والاهتمام الدولي ومن موائد صنع القرار الكوني، واليوم تسجل هذه القضية حضورها الباهي بما يتناسب ومركزيتها كقضية محورية لا استقرار ولا أمن دون حلها وفق مقررات الشرعية الدولية. فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين. إذن ثمة إجماع عربي على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا كشرط مسبق يضمن عدم المس بها أو تحريف أي من المسوغات السياسية التي سبق وأن كفلتها الاتفاقات والشرائع الدولية ذات العلاقة، وهذا هو الجوهر بعينه. وفي هذا الصدد تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني. إذ يؤكد العراق أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة. هي قمة شكلت بداية انطلاق جديدة لعمل عربي
يعالج كافة القضايا العربية، ولكن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام يوازي أهميتها قيمة ومعنى ومكانة. هذا ما أكده أيضاً كل من القادة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد الكويتي مشعل الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وبعد أن قال ولاة الأمر قولتهم خاب رهان من ظنوا الظنون وجنحت بهم أهواؤهم إلى غير ما ينفع الأمة، بايدن بدأ زيارته من هنا، حيث الثبات على المواقف والإيمان الراسخ بعدالة القضية، وحيث قوت الناس اليومي الصبر والأمل المشبع بالوجع والكمد، لكن بلا قنوت من وعد السماء القاضي بحتمية الخلاص الأكيد.